السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية. نهار اليوم سنت أجواء غير مستقرة في العديد من المناطق، حيث تتأثر المنطقة الشمالية وأجزاء من المنطقة الشرقية والوسطى بأحوال جوية غير مستقرة، بالإضافة للمنطقة الجنوبية الغربية. هذه الأجواء الغير مستقرة يتوقع أن تتراجع وتتلاشى تدريجيا خلال اليومين القادمين. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة ستكون استقرار تدريجي على الأجواء خلال الأيام القادمة، طقس بارد في المنطقة الشمالية، لكن درجات الحرارة تبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. انتقل الآن وإياكم للتوزيع أو صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، حيث تتمركز كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العالية في أقصى شمال المملكة، تعمل على تكاثر لكميات من الغيوم حول مركز هذه الكتلة الهوائية الباردة في طبقات الجو العالية، تعمل على نشوء أحوال جوية غير مستقرة. خلال الساعات القادمة هذه الأحوال الجوية غير مستقرة ستتسع وتتسع رقعتها في المنطقة الوسطى، وتكون الفرصة مهيئة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في العاصمة الرياض. نذهب الآن وإياكم لخرائط توزيع درجات الحرارة في طبقات الجو المتوسطة من يوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء، حيث تبقى المنطقة الشمالية تحت تأثير كتلة هوائية باردة نسبيا، درجات الحرارة تبقى منخفضة لكن تبقى حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، بينما تكون درجات الحرارة نوعا ما مرتفعة ودافئة في المنطقة الجنوبية والغربية والجنوبية الغربية من المملكة. بالنسبة للعاصمة الرياض وعموم المنطقة الوسطى، درجات الحرارة ستكون متباينة بين الارتفاع والانخفاض، حيث تنخفض يوم الثلاثاء والأربعاء لكن يوم الاثنين ترتفع بشكل ملموس بسبب اندفاع لكتلة هوائية دافئة من جنوب الجزيرة العربية باتجاه المنطقة الوسطى من المملكة. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة. تسود أجواء مستقرة ويوم متفرقة، 16 درجة مئوية، الملموسة 15، الرطوبة منخفضة والرياح تكون شمالية غربية نشطة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض والتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة. يوم الاثنين تكون هناك فرصة لزخات من الأمطار، 27 درجة مئوية، أما السعرة 13 درجة مئوية. يوم الثلاثاء تنخفض درجات الحرارة تسجل 25 إلى 14، وتعود للارتفاع قليلا يوم الأربعاء مع طقس غائب جزئي 26 إلى 16 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.